لحظة القبض على مودة الأدهم في شقة في الشيخ زايد. أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة القبض على مودة الأدهم، وذلك أثناء اختبائها في أحد الوحدات السكنية بكومباوند شهير في الشيخ زايد. وأوضحت مديرية أمن الجيزة وحدة من مباحث الشيخ زايد دهمت إحدى الشقق السكنية داخل الكومباوند الذي كانت تختبئ فيه مودة الأدهم فتاة تيك توك الشهيرة لتحريضها على الفسق والفجور. ووفقا للتقارير، تعود أزمة فتاة التيك توك مودة الأدهم عندما رصدت أجهزة الأمن ومباحث الآداب عدة فيديوهات لمودة الأدهم ترتدي فيها ملابس فاضحة وتأتي بحركات مثيرة تحض على الفسق والفجور. وبعمل التحريات دلت أن الفتاة تدعي مودة فتحي رشاد وشهرتها مودة الأدهم، وهي تنتمي لمحافظة مرسى مطروح، وقدمت منذ عدة سنوات إلى القاهرة وعملت في مجال فيديوهات التيك توك. وعن لحظة القبض على مودة الأدهم، فقد انهارت لحظة دخول الفرق الأمنية عليها في المنزل، حيث أصابتها حالة من الذهول لحظة القبض عليها. وتقيم مودة الأدهم في شقة بمدينتي بمنطقة التجمع الأول، وتمتلك سيارة فاخرة موديل 2020 بالإضافة إلى عدة مشروعات وتقدر ثروتها بالملايين. وقامت قوة من مباحث الآداب بمداهمة شقتها بمدينتي بمنطقة التجمع الأول، ولكن تبين خروجها قبل المداهمة بوقت قليل، وتم توجيه عدة مأموريات لأماكن يتوقع اختباؤها فيها. جدير بالذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة ألقت في 29 من مارس الماضي القبض على مودة الأدهم وصديقتها عقب خرقهما حظر التجول الذي فرضته الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتصويرهما فيديو وبثه على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهرت مودة الأدهم في الفيديو المتسبب في القبض عليها وهي في الشارع بصحبة أصدقائها وقت فرض حظر التجوال، وأخذت تتحدث بسخرية قائلة: ما تهزروش يا جماعة، الموضوع ده مفهوش هزار، محدش ينزل الشارع، محدش ينزل غيرنا بس، وسط ضحك الموجودين معها. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقامت مودة الأدهم بتوقيف بعض السيارات المارة في الشارع وتحدثت مع مالكيها على نحو جريء من أجل إشعال الموقف وكسب أعلى نسبة مشاهدة. وبعد عرضها على النيابة العامة بالقاهرة الجديدة أمرت بإخلاء سبيلها بكفالة 20,000 جنيه على ذمة المحضر رقم 64 جنح التجمع الأول الذي اتهمت فيه بالتحريض على خرق الحظر. وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على فتاة تيك توك الشهيرة والتي تدعى حنين حسام بمنطقة الساحل بعد مطالبة رواد التواصل الاجتماعي بالقبض عليها لتحريضها الفتيات على الدخول في علاقات جنسية عبر تطبيق على الإنترنت، وتلتها بأيام سبا المصري بمنطقة الأزبكية بعد مناشدات للنائب العام بالقبض عليها بسبب المقاطع غير لائقة والإيحاءات الجنسية.